الحمد لله ان احنا حافظنا على النتائج بتاعتنا الايجابيه في ملعبنا وخارج ملعبنا، وبنلعب مع منتخب مميز بقاله حوالي 4 سنين تقريبا، منتخب كاب فيردي مميز. كنا اصررنا ان احنا نأدي ونعمل النتيجه ايجابيه، رغم ان يعني يعتبر تيم بحاله كان مش موجود، كان غايب عن المباراه مع رأسهم محمد صلاح وزيزو وكل المجموعه اللي كانت موجوده، ومنعم ورامي ربيعه وكل المجموعه حوالي 8 لعيبه تقريبا. فانا سعيد باللعيبه بتاعتي اللي هي في لعيبون منهم اللي موجودين في المعسكر اول مره يكونوا موجودين مع منتخب القومي المنتخب. كنا الاقرب للفوز، لكن مع احترامي لقرار الحكم في ضربه الجزاء، ليس علاقه لي علاقه بضربه الجزاء خالص، لكن غير كده التحكيم كان مقدين بشكل كويس، ولكن خانوا التوفيق في قرار. وفي نفس الوقت احنا سعداء ان احنا موجودين في بلد جميله وجزيره جميله وزي كاب فيردي. اعتقد ان انا اول مره اجي، ولكن هي على المستوى المنظر او الفيول بتاعها جميل جدا، والناس كلها هنا هاديه، وتحياتي بقول جود لك للمنتخب كاب فيردي في اللي جايه.